مساء الخير، معكم الفنانة وفاء كامل. تابعوا مقابلتي على قناة مسايا دبي. باي. درست موسيقى أول شيء بالمغرب بالمعهد الوطني للموسيقى والرقص بالرباط، دخلت شعبة الغناء الكلاسيكي يعني الأوبرا، درست سولفيج وأخذت دبلوماتي من هناك من وزارة الثقافة المغربية، وكمان تسجلت في قسم البيانو لمدة 8 سنوات درست بيانو، وبعدين صرت بروفيشنال في الأوبرا وطلعت لي منحة فرنسية على أساس أروح باريس أكمل دراستي هناك، وهذا اللي صار. يعني تسجلت في المعهد الموسيقي بالسيزيام أغونديسمون ومعهد الموسيقى بمنطقة بليزير، واشتغلت مع فرقة فرنسية للأوبرا انتخوب يعني اسمها لوبيرا إكلاتي، غنيت معهم يعني كذا أوبرا، كنا بنعمل تورني على يعني على مدى السنة. وبعدين رجعت للمغرب واشتغلت كأستاذة موسيقى تكوين موسيقي يعني في الـ في الـ في المدارس الإعدادية كحكومي تابعة لوزارة التربية الوطنية، كمان لأنه تخصصت سنتين موسيقى في السي بي ار، يعني هم بيكونوا أساتذة تكوين موسيقي في المدارس الإعدادية. درست من 2006 ل 2014 حكومي، وهيك بلشت. بس الحلو اللي فيك انك روحك حلوه ومرحه. ثانك يو، ميرسي. هيك بسمع عنك. ثانك يو كثير. بدي اعرف الصوت هيدا الرائع اللي انت فيه، من وين جبتيه؟ باي اسره؟ نعرف انه اسره منا غناء، ما حدا بيغني من العائله. هلا بعرف انه اختك ميلي شوي للموسيقى واستاذه موسيقى كمان. صحيح. ايه، خبرينا وين، كيف اكتشفتي صوتك؟ مين اكتشفك؟ خبرينا عن هذا الشيء. ايه، هي الاكتشافه كانت بالصدفه، هيك كنت صغيره وكل ما اروح يعني فرح زواج ولا مناسبه احد من العيله بغني، بفضل جنب الاوركسترا واغني، لين مره غنيت في حفل زواج خالي، غنيت سيره الحب، وبالصدفة كان هناك ملحن مغربي عز الدين منتصر وسمع صوتي وقال لماما وبابا هذه لازم تدخل يعني تدرس موسيقى، عندها شيء. وهيك بلشت. بعدين كمان أختي الصغيرة درست موسيقى وصارت كمان أستاذة موسيقى، وهيك بس. ليش اخترتي بيروت لانطلاقتك الفنية؟ اوكي، اول شيء انا ببيروت هون حتى احضر حفل تكريم فنان كبير، فنان هاني شاكر، ومن هذا المنبر اشكر بيروت جولدن اووردز والاستاذ محمد حلواني على الاستضافه الجميله والدعوه عشان احضر الحفل هذا، وهذا شيء مو غريب. فبيروت ولبنان يعني بصفه عامه كانت دائما سباقه لهالنوع من الحفلات والمناسبات، فأنا هون حضرت تكريم وكرمت الفنان الجزائري قادر الجبوني، وعن جد يعني شرفني التكريم هيدا. حلو. مثل ما بنعرف انه الشهرة شوي تاخد دور كتير كبير. خبرينا عن أهدافك بالحياة وعن شهرة.
طيب يعني أي واحد بيفوت للمجال يعني الفني فأكيد بيدور على الشهرة وال يعني بيكون طموحه دائما كبير في الدومين. فأنا نفسي نفس أي فنانة وأي فنان يعني أكيد عندي طموح إني أصير يعني مشهورة. إيه فنانة مشهورة عالمية. إيه سبيشالي إني بتغني أوبرا وصوتك كتير حلو أوبرا. تانكيو. خبرينا ليش اخترت الموسيقى الخليجية كبداية فني؟ يعني أول غنية أنت بتعمليها اخترت موسيقى خليجية. صحيح. يعني أول أغنية لإلي. إيه صحيح. أنا بالأصل أغني أوبرا، مغنية أوبرا، بس يعني عندي كمان موهبة إني أغني عربي، والواحد دايما لازم يغير ويغني بجميع اللهجات، يعني أوبرا، عربي، فرنسي، خليجي، إنجليزي، ليش لا؟ بس أنت وين بتحسي حالك رايحة؟ هلا بعرف كبداية أول غنية بلشت فيها خليجية، بس أنت من جوا بتحسي حالك رايحة خليجي، عربي، أو فرانكو أرب؟ ممكن طرب كمان. صوتك إيه. كتير حلو بالطرب. Thank you. فصراحة يعني ما بعرف، بس هم بيقولوا الفنان الحقيقي لازم يكون بيغني جميع اللهجات وجميع الألوان الموسيقية. فزي ما أنا فيني أغني أوبرا، ممكن أغني خليجي، ممكن أغني طرب، وممكن دانس على أوبرا، ممكن عربي فرانكوفون كمان، ليش لا؟ فينا نعرف اسم الغنية تبعيتك لهلا عم تطلعيها؟ ايه الاغنية اسمها فرنسا. فرنسا ايه. وهي من كلمات الشاعر العراقي حيدر السعدي، هو الحان الملحن والموزع حاتم منصوري، وبشكره من هالمنبر، وان شاء الله بسجلها بدبي باستوديوهات روبير فخري، وبتنزل يعني بعد شي اسبوعين هيك على اليوتيوب، على المواقع والسوشيال ميديا. اكيد ان شاء الله بالتوفيق. امين يا رب. شكرا. عن الموضه والازياء، انت بعرفك انه تهتمي، انت عشتي بباريس فتره كثير طويله. شو رايك بالموضه العالميه، وانت وين اتجاهاتك بالموضه؟ صراحه يعني انا شخصيا الموضه اللبنانيه ما بيعلى عليها، يعني هذا رأيي الشخصي. فما شاء الله يعني عندكم مصممين لبنانيين، مصممين أزياء يعني مشهورين، وصيتهم يعني واصل للعالم كله، أوانهم إلي صعب. وكمان في مصمم أزياء كتير بحبه، رامي سلمون، وكمان جو عيسى. وأنا شخصيا يعني بلبس حسب المناسبات، يعني هلا مقابلة جينز وشوميز، يعني شيء كتير سيمبل. ميرسي كتير، عيونك الحلوة. اي ثانك يو. حسب المناسبة يعني، إذا في حفلة خاصة ولا سهرة ولا حسب يعني. اي ما في عندي شيء معين، بحسب المناسبة بلبس حالي. خبرينا عن حياتك العاطفية، هيدي الأهم شيء، العالم كله والمشاهدين بدهم يعرفوا. الفنانة وفاء كامل مين بحياتها هلا؟ بحياتي نفسي أول شيء، وهيدي مش أنانية. ميرسي كتير والله، كلك ذوق. هيدي مش أنانية، بس يعني حياة عاطفية، ما في حياتي شخص يعني شخص معين. فأنا هلا مركزة على حياتي الفنية وعلى نفسي، وإذا في قلبي شخص فبيكون أمي، ماما، بقول لها هاي من هالمنبر بحبك كتير وبس. الله يخلي لك إياها. آمين حبيبي. كلمة أخيرة لك، خبرينا أول شيء هيك، شو بتحب تقول للمشاهدين عم تحضرنا هلا بالدول العربية وبالعالم؟ خبرينا. كلمة أخيرة، أول شيء بدي أشكر قناة مسايا دبي، وبشكره للفنان فراس إبراهيم، والمذيع بيير تنوري، والمخرج نادر حشاش، عفوا سوري. وأشكر بيروت أول شيء، ولبنان كله على هذه الاستضافة الجميلة. وأشكر المتابعين وأقول لهم هاي وتحية كبيرة في كل الدول العربية وال
نحن كثير بنحبك وفاء. ميرسي، انا كمان بحبكم كثير. الشاشة رح تحبك ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. اكيد، لانه صوت حلو. انا سمعتك بالخليجي وسمعتك بالاوبرا، وانا اكيد العالم بس تسمعك رح تقول مين وفاء كامل. ثانك يو. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. نحن كلنا معك متابعينك. ميرسي، ميرسي كثير، وشكرا. شكرا لكم. ميرسي. الكاكاو غني بالمعادن مثل الحديد، المغنيسيوم والكالسيوم، فبيقدم مضادات للالتهابات والحساسية، بالإضافة بيساعد بخفض ضغط الدم وبينظم مستويات السكر بالجسم. فكيف إذا كان مشروب الكاكاو الأسود من منتجات سليمة؟ فهو بيحرق الدهون، بيحارب الاكتئاب والتعب، بيزيد تدفق الدم للدماغ، كما أنه بيساعد على خسارة الوزن، ويعتبر منشط طبيعي للرياضيين. الكاكاو فوائده كتيرة وبناسب كل الأعمار، فاستفيدوا من الشوكولا السوداء وجربوا مشروب الكاكاو من منتجات سليمان.